أهلا بكم. فيلم تونس الليل الذي طرح واقع العلاقات الإنسانية وعكس واقع الشارع التونسي بعد الثورة أثار إعجاب النقاد والمشاهدين عن تجربة العمل والأعمال المستقبلية. يطل علينا من العاصمة الفرنسية باريس المخرج التونسي إلياس بكر. صباح النور أستاذ إلياس. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني تقول أن الفيلم هو من أصعب الأعمال التي قدمتها مخاضا كتابة وتصويرا، خبرنا ليه؟ بطبيعة فيلم تونس الليل استغرق خذا وقت كبير من كتابة سيناريو إلى مرحلة التصوير ومرحلة المونتاج. يعني واحد وقت اللي يتعدى من 10 سنين وثائقي إلى الفيلم الروائي، طبعا هذا فيلم روائي ثاني، المرحلة طبعا تكون صعيبة شوية، لأنه المخاض اللي ياخذه المخرج والسيناريست باش يقدم عمل متكامل، خاصة في الظروف اللي موجودة فيها اليوم تونس، طبعا حاجة ماهيش سهلة. وفي نفس الوقت بطبيعة حبيت أنا يعني يكون الفيلم هذا يعكس واقع تونس ما قبل الثورة، بعد ما عملت فيلم كلمة حمراء اللي هو شريط وثائقي يعكس واقع تونس وقت الثورة وبعدها. إلياس بكار، طبعا احنا نعرف انه عديد من الاعمال، الافلام الوثائقيه، الافلام التسجيليه طبعا، واكيد العديد من الاعمال اللي تصورت في برشا بلدان، مش فقط الافلام اللي تحكي على تونس. كي نحكي على الافلام الروائيه، وانت قلت انه هذا الفيلم الثاني يجي بعد 13 عام من هو وهي، نقطه الالتقاء يمكن بيناتهم عزله واحده، حاجه كيما هكا، قديش تحس انه فما تغيير بين فيلم هو وهي اللي كان موجود قبل الثوره وتونس الليل، تونس باي نايت اللي جاي بعد الثوره؟ ما بين هي وهو وما بين تونس الليل فما 10 سنوات أفلام وثائقية تصورت في فلسطين، في باكستان، في الهند، في الكشمير، في أكثر من مقارب 15 بلد، وفما يظهر لي نوع من الحكمة، وفما تواصل مع الواقع. يعني فما فرق ما بين مخرج يكون شوية خايف في خياله وفي عزلة كما كان يعكس فيلم هي وهو، وما بين مخرج يتعامل مع الواقع، ومش الواقع التونسي بتاع بلاده بركة، ولكن واقع وألم يعني خص بلدان مختلفة وفئات اجتماعية مختلفة وثقافات مختلفة، وهذا يخلي معناتها ممكن تكون فما يقولوا بالفرنسي سبيس دو ماتوريتي، معناتها نضج فكري سينمائي حتى فلسفي، يخلي المخرج يتعامل ويتواصل مع العمل نتاعه بطريقه ثابته، خلينا نقول. نعم. بالعودة إلى تونس الليل، هذا الفيلم شارك بمهرجان القاهرة السينمائي، بدي أسألك عن أهمية المشاركة في المهرجانات الدولية، ولكن سنشاهد مع المشاهدين مقطع من الفيلم ونعود. الله أكبر. عزيز انت بنت شكون؟ انت تسلي على روحك، راهي امورك النجمة عليك، صبحك ريقك دنيتك. حل الباب! حل الباب! على كف عدريتي يوسف، والتليفونات هبط عليا كي شتاء. سي ياسر راهي الشعب هذاك تناقش معاه. قعد كاين انت سي يوسف، حكايتك هما توا 20 سنة. إدارة الداخل في البرامج الكل إلا في برنامجي أنا. أنا السجون بنين. غدوة الصباح في الدنيا. إذا ما هي يعني بالنسبة لك ما هي أهمية المشاركة بمهرجانات دولية؟ شوف، المهرجانات الدولية تعطي نوع من الاستشعاع معناتها للفيلم، تخليه يتقدم في أفضل، أو أول شيء ساعة يكونوا موجودين النقاد والتواصل مع النقاد وتقديم الفيلم للنقاد يعطي حياة ثانية للفيلم. فيلم ما شافوش نقاد، ما كتبوش عليه نقاد، ما حكى عليه حتى حد،
يعني يصعب أنه يكون معناتها يدخل ويكتسح أسواق عالمية. ثانيا الجمهور مختلف، لأنه الجمهور أول حاجة هذاك بمثابة التست، يعني بمثابة التجربة الأولية يعني اللي خذها الفيلم. ولما يكون فما ردة فعل معناتها مهمة في 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 مهرجان طبعا تعطي حياة ثانية. ولكن يبقى الفيصل الأهم والمهم والوحيد بالنسبة لي يعني هي القاعة، القاعة والجمهور اللي ما يدخلش المهرجانات ولكن يدخل ويخلص تذكرته ويمشي باش يشوف فيلم. وهذاك بالنسبة لي أنا كي فيلم يأخذ جائزة الجمهور هي أحسن، خلينا نقوله أحسن بديل، أحسن مهرجانات يعني. فهذا هو طبعا تونس الليلة أو تونيس باي نايت صراحة. وفكرة العائلة اللي شفناها هي يمكن صورة على صورة صغيرة من المجتمع التونسي، من الحاجات من مختلف الشخصيات اللي يمكن تلقاهم في المجتمع التونسي. قديش أنه السينما تأثرت بعد الثورة بنقل الحاجات اللي كنا نعيشوهم ما قبل الثورة وكنا صعيب برشا أنه يتحكي عليهم أو صعيب برشا أنه يتم الإضاءة عليهم. هو قبل الثورة راهو السينما اكتسحت يعني عدة مواضيع صعيبة، وكانت للسينما التونسية جرأة كبيرة ولليوم معناتها، ومش جديدة علينا يعني أفلام نوري بوزيد ورضا الباهي وفريد، يعني اكتسحت حتى فضاءات كانت ممنوعة نوعا ما اجتماعيا وحتى فكريا. ولكن خلينا نقول اليوم المشهد السياسي تغير، ومشهد حرية التعبير بين ظفرين تغيرت، خلات ممكن المخرج او الكاتب يتعاطى مع الأداة السينمائية بأريحية اكثر وبثقة اكثر في نفسه وفي المتقبل زاد، من غير ما يقعد يحسب في حسابات شنو هو اللي باش تقول الرقابة وشنو هو اللي باش تقص وشنو هو اللي باش تخلي وشنو هو اللي باش تنحي. هذا مهم جدا لانه يخليك تتعامل مع الفيلم كفيلم ومعناتها ماده فنيه لا تتجزأ وماهيش محض معناتها اي رقابه، وهذا مهم جدا. حاجه ثانيه والاهم انه اليوم تنجم تدخل بعمق اكثر ونوع من الـ الـ ولو انه ما نحبش انا يعني اللغه المباشره السينمائيه، ولكن تنجم تدخل بعمق اكثر في تحليل بعض التفاصيل في المجتمع والفكر سواء كان تونسي أو, او 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 عربي، وهذا مهم جدا يعني حتى في الكتاب. طبعا بالطبيعه زاد السينما تطورت، والسينما الوثائقية عطات للسينما الروائية، والسينما الروائية عطات للسينما الوثائقية، وهذا يخلي زاد صناع الأفلام اليوم يعملوا أفلام اللي صحيح محلية ولكن اليوم عالمية. نشوفوا مثلا السينما اللبنانية اليوم قاعدة، والسينما المصرية والسينما التونسية تكتسح معناتها في العالم وفي أسواق كبيرة جدا وكانت مسكر علينا تماما. نعم. يعني محور الفيلم أو أحداث الفيلم تنطلق كلها من بعد نقطة أو حادثة إحراق البوعزيزي نفسه، ويعني ما قام به الشاب المثقف بطل الفيلم إزاء هذه الفكرة. اليوم بعد فترة على هذا العمل، والملفت أنه المفارقة أنه خلال يومين الماضيين أيضا سمعنا بحادثة مشابهة وهي حادثة حرق عبد الرزاق الزرقي نفسه. فكيف توصف اليوم تونس بعد أول ثورة؟ والله فما خيبة أمل كبيرة بصراحة، وهذا أنا ما نخبيهش معناتها. فما حاجات فضاءات كما قلنا اكتسحناها بالنسبة للصحافة، بالنسبة للميديا، للإعلام، للصحافة المكتوبة والمرئية، فضاءات ما تنجمش ترجع بتوالي، وهذا شيء ممتاز جدا. فما جانب من النقد مهم جدا بالنسبة للطبقة السياسية، وهذا حق مكتسب اليوم للشعب التونسي وما ينجمش يرجع بتوالي. ولكن يبقى فما فارق كبير ما بين الخطاب السياسي والطلبات الاجتماعية الموجودة في تونس، وهذا ما إلى حد الآن
ما خلطناش باش نخلقوا موازنة ولا توازن وإلا حتى امتداد نوعا ما صحي ما بين السياسي التونسي والمجتمع التونسي. اليوم الخطاب السياسي ما يقنعش حتى طرف ما في تونس، وفما نوع من البهتة، نوع من الحيرة على المستقبل، وهذاك يخلي ناس وللأسف بعد 7 سنين من اللي صار معناتها نعاود ونرجعوا ناس تحرق روحها لأنه فما قهر، لأنه فما ظلم، لأنه فما انعدام رؤية استشرافية للمستقبل في تونس للأسف. مع الأسف إن شاء الله اللي جاي ديما نتمنوا أنه يكون أحسن. مخرجنا التونسي إلياس بكار، المستقبل القريب هل يحمل فيلم روائي ثالث؟ طبعا يعني فما فيلم جديد اسمه بين نارين. حلو. وطبعا أكيد الفيلم هذا يعني حيكون معناتها باش يكون فيه يعني نوع من الطرح جديد للتضاربات والتباين الموجود في المجتمع التونسي. بين نارين باش يكون ان شاء الله تصويره في بين نارين باش يكون تصويره في اكتوبر ان شاء الله 2019. إن شاء الله كل التوفيق. أكيد نتمناه أنه الفيلم هذا أيضا زيدا يلقى نجاح كما تونس باي نايت، وحتى كل الأعمال المستقبلية الكل إن شاء الله أكيد هذا اللي نتمناه. هو كل التوفيق وبانتظار كل جديد. المخرج التونسي إلياس بكار، شكرا لك. شكرا لك، عايشك. شكرا شكرا عايشك. نبقى أمين بأجواء السينما بامبل.